بطنك في غزوة أحد. أما نبص نلاقي سيدنا حنظلة بن أبي عامر صحابي جليل، رجل له مكانته، له المكانة العظيمة في الجهاد وفي القتال. تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه هذه المرأة، وكانت مسلمة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. فتزوجها في ليلة الخروج إلى غزوة أحد، جوزها في الليل، ثاني يوم الصبح الفجر نادى مناد أن هلموا إلى الجهاد. يعني ما بيتش مع عروسته غير هي ساعات اللي قعدتها مع مراته، تزوجها بالليل ثاني يوم الفجر، هيا إلى الجهاد يا خيل الله اركبي. كل واحد في بيته ساب بيته وساب عياله وساب دوق وجاب مخاليد الحرب بتاعته والفرس. سيدنا حنظلة كان على جنابة، يعني كان لسه جنب، إنما أول ما سمع القتال قام من جوار زوجته كما هو بجنابته، وخل وتقلد سيفه وأخذ فرسه ولمت الحرب وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، زوجته تقول له طب اغتسل، يقول لها انا لو اغتسلت هتسيبني، مش هقدر ألبي دعاء رسول الله ولا ندعو، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال تعالى انا اقدر اعصيه. شوف، لبى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، تعالى يجي على طول. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول لك في احاديث اعمل ولا بتعمل ولا حاجه، عمال يقول لك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في أو الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لا بتصلي عشاء ولا بتصلي الفجر، يعني لو صليت العشاء والفجر يبقى كأنك جاي من الليل كله وربنا قبلك في الليل كله، لا بتصلي دي ولا بتصلي دي. فشوف، يا دوبك تعالوا ساب الزوج زي ما هي ولبس وطلع على الحرب. دخل في الحرب في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، مات شهيدا حنظلة ابن أبي عامر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة والله إني رأيت حنظلة ما بين السماء والأرض تغسله الملائكة بماء من المزن في صحائف من الفضة. شوف، راجل زي ده الملائكة بتغسله بين السماء وبين الأرض، يعني في الهواء الجسمان بتاعه في الهواء والملائكة بتصب المية عليه من السماء وبيغسلوه غسل الجنابة. ها، سيدنا حنظلة ابن أبي عامر يغسل، وبعدين الصحابة يروح لسيدنا حنظلة يجدوا بللا على جسد حنظلة، يلاقوا المية على جسم حنظلة. وبعدين يسأل زوجته إيه حال حنظلة؟ قالت والله عندما سمع نفير الجهاد خرج على جنابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أرى الملائكة تغسل حنظلة من ماء من مزن في صحائف من فضة بين السماء وبين الأرض. شوفوا حنظلة ابن أبي عامر. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب يقول فإذا بي أضع يدي، يعني كف سيدنا عمر، على جسد حنظلة فأشم رائحة المسك، فوالذي نفس عمر بيده مكثت رائحة المسك في كفي لمدة أسبوع. المسك بتاع سيدنا حنظلة قعد في كف سيدنا عمر أسبوع كامل، خرج للجهاد في سبيل الله والدفاع عن وطنه. ادي الناس اللي هم طلعوا ولبوا النداء، حب للمكان اللي عايش فيه، دفاع عن الوطن والشرف والعرض والمال كله.